تعتبر وسائل التدفئة بأنواعها المختلفة من الوسائل الضرورية التي توفر الدفء للإنسان خلال فصل الشتاء، وعلى الرغم من الفائدة التي تحققها إلا أنها من الممكن أن تشكل خطراً كبيراً على حياة الإنسان إذا لم يتم التعامل معها بحذر وانتباه وقدر من المسؤولية. تدرف الدموع على فراق أحباب وأعزاء على قلوبنا غادرونا في لحظة حزينة تاركين ذكريات جميلة لنعيش معها أمل الشعور والإحساس بوجودهم بيننا، إلا أننا نصحو على واقع أليم تملأه الحسرة والأسى لإدراكنا حقيقة غيابهم عنا لأسباب نؤمن بأنها قضاء وقدر، غير مستبعدين الأسباب الحقيقية لهذه المآسي والتي لم تخرج عن كونها استهانة بكل ما يلزم من إجراءات كفيلة بالحفاظ على حياة الإنسان. فكثيرة هي الحوادث التي كان مطلب دفء الشتاء واستخدام وسائل التدفئة وممارسة السلوكيات الخاطئة خلالها ذريعة لنا في تبرير أسبابها ونتائجها المؤلمة، إلا أننا وفي ذات السياق ننكر لعبها لدور الموت في ذلك كله، سيما وأن ما قد سبق التعامل معه من حوادث خلال فصل الشتاء لهذا العام قد كانت نتائجها تدمي القلوب نظرا لما تخللها من مآس أتت على أفراد أسرة بكاملها. ملعين الصوبة، صوبة الغاز في الدار، والمرأة نايمة هي وأطفالها، طبعا ما في منافس في الدار، صبحت المرأة ميتة هي وأطفالها في من خنق الغاز، الغاز منطفي عليهم، طبعا تسرب الغاز وقتلهم كلهم جميعا، الأربع أطفال وأمهم. وطالما أن هناك إدراكا لخطورة الاستهانة بمتطلبات السلامة خلال فصل الشتاء بخاصة فيما يتعلق بالمدافئ، فإن الواجب يحتم علينا جميعا أن نولي هذه الأمور كل ما تستحق من الاهتمام بانتهاج السلوك الوقائي في كافة مجريات حياتنا سيما في فصل الشتاء. وعلى الرغم من التحذيرات والإرشادات التي تقوم بها إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني بإعدادها ونشرها في الصحف اليومية والأسبوعية بشكل مستمر، إضافة إلى البرامج التوعوية المقدمة على شاشة التلفاز وبرامج الإذاعة، إلا أنه للأسف لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع عدد حوادث الحريق الناتجة عن سوء استخدام المدافئ. ويكفي للدلالة على حجم هذه المشكلة أن نشير إلى وقوع 188 حادثا منذ بداية العام الماضي ولغاية الآن، نتجت عنها 22 وفاة و305 إصابات. الحديث أكثر بشكل تفصيلي حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف العميد فريد الشرع، مدير إدارة الإعلام والتثقيف المعنوي في مديرية الدفاع المدني. أهلا بك، مساء الخير عميد فريد. مساء الخيرات أخت نادين، الله يعطيك العافية ستي، وشكرا لاهتمامك بهذه القضية الإنسانية. شكرا. شكرا لك. يعني عميد فريد، لا تزال هذه المشكلة تشكل خطر رغم كل حملات التوعية. كل يوم تقريبا تتناقل وسائل الإعلام أخبار عن حالات اختناق بوسائل التدفئة، وخاصة تلك التي تعمل على الكأز. سؤال الآن، يعني كيف يمكن القضاء أو الحد من هذه المشكلة بالتحديد؟ حقيقة أختي نادين، فقط للتصويب كمان، قد يكون الإحصائية لا تتعلق بعام 2013 بمجمله، إنما هي خلال الثلاث شهور الماضية، يعني معنى آخر منذ بداية فصل الشتاء لهذا العام، إنما يعني إذا جمعنا إلها 2013، وأنت تعلم شهر واحد واثنين وثلاث في 13 أيضا هو فصل الشتاء كان العام الماضي، لذلك الأعداد تزيد عن ذلك. فحقيقة يعني تفضلت خلال الفترة الماضية 22 وفاة، 305 إصابات، منها حروق ومنها حالات اختناق. هي بالمجمل وضع، حقيقة نستطيع أن نقول هذا وضع مأساوي، وهو مفجع لمن يتعرض لمثل هذه الحوادث، خاصة كما تحدث التقرير الزملاء فيه، عندما يكون هناك خمس أشخاص من أسرة واحدة، أم وأربع أطفال، هذا حادث فاجعة أنا أقول ومأساة. وأصبح الظاهرة نتمنى من خلال يعني هذا الأثير وهذه المتابعة اليوم أختي نادين أن يكون أخذ عبرة من هذه الأرقام التي تحدثنا فيها. فالأسباب كثيرة للأسف، يعني في مجملها ستي هو تحت خط عريض
استخدام خاطئ لهذه الوسائل. هذا الاستخدام الخاطئ يأخذ أشكال عديدة. طب هل من توضيح عميد فريد يعني أبرز الممارسات السلبية التي يتبعها المواطنون التي قد تؤدي لا سمح الله إلى حالات الاختناق يعني بالتفصيل؟ أولا ستي ما يتعلق في الاختناق ناتجة عن ترك المدافع مشتعلة خلال ساعات النوم، وأنت تعلمي ستي خلال الشهرين الماضيين هناك تدني في درجات الحرارة لم تشهد المملكة من سنوات عديدة، لذلك الكل كان يعمل على إشغال هذه الوسائل وتركها مشتعلة دون تهوية، وبالتالي الإنسان في هيك حالة بيكون جسمه قابل للاسترخاء ومن ثم النوم، وبالتالي للأسف في ساعات الصباح لا يكتشفه ولا اللي نايم معه لأنه بيكون قد توفاه الله، وبالتالي حتى الجيران ينتبهوا وبالتالي يبلغوا الجهات المعنية. أزد يعني على ذلك العطلة المدرسية بدأت عبث الأطفال وخاصة المدافع التي تعمل على الكاز تلك المتنقلة هذه وتوضع في داخل الممرات، وخاصة لما تكون تعرفي معظم أسرنا مين بيستخدم الصوبة الكاز إلا الإنسان البسيط وذوي الدخل المحدود واللي أسرته دائم للبركة يعني 8 و10 أنفار، فبيكون الحركة دؤوبة، بالتالي تعثر في هذه المترة غالبا ما كان السبب من هذه الأسباب. أذن عدم صيانة الأجزاء الأخرى الضرورية في الإسطوانة منها الخرطوم، المرابط، الوصلات، الصمام الرئيسي المنظم تسرب الغاز الذي يحدث هو أيضا قاتل. من الأخطاء القاتلة أخت نادين يعني وأتمنى من خلالك أركز عليها، لأنه هذه أيضا قتلت قبل شهر للأسف عريس وعروسه في ليلة فرحتهم، يعني بدل ما كانت حالة فرح تحولت إلى مأساة ناتجة عن استخدام جيزر الغاز. هذا الجيزر ستي هو حقيقة بتصنيعه العادي وضع طبيعي جدا نستخدمه، لكن تركيب أسطوانة الغاز داخل الحمام هو الخطر بعينه، بالتالي البخار المتصاعد من المياه الساخنة يعمل على إطفاء الشعلة، وبالتالي يبقى الغاز النيئ يتسرب دون أن الشخص اللي بيستحم دون أن يشعر بذلك. نعم. وبالتالي هذا نتج عنه قبل أسبوعين، وإذا سمعت بالأخبار ستي 3 زملاء طلاب جامعيين في إحدى الشقق السكنية. نعم. في منطقة عمان ذهبوا ضحية هذا الحادث. طب يعني هل يمكن أن نقول بأنه التعامل مع المدافع العاملة على الكهرباء هو الحل مثلا أو هو أكثر أمنا، وما هي الطريقة المثلى إذن لاستخدام هذه الوسائل؟ يا ستي أولا أن لا نعمل على تزويد وسائل التدفئة التي تعمل على الكاز وهي مشتعلة، في بنشوف كثير ناس بجيبها البريك وبيعبيها بتلاقيها قطعة المكيات، وكما تعلمي أخت نادين كل هذه مواد قابل للاشتعال لا بل تسرع في عمل الاشتعال وبنزودها، وبالتالي في هذه الحالة خطر جدا أنه تزيد الشعلة فجأة، وبالتالي ممكن أنها تسبب حريق في المنزل وأول ما تحرق الشخص اللي بيركبها. ثانيا نعم. الانتباه لأطفالنا ستي عدم وضع المدافع في المقرار. ثالثا ما يتعلق في تياجر الغاز تركيب اسطوانة الغاز خارج الحمام، وأؤكد خارج الحمام إما على السدة أو في ممر خارجي أو عند بيت الدرج ومن ثم التمريدات تصل إلى داخل الحمام، أما أن توجد في داخل الحمام هو الخطر بعينه. أيضا الاهتمام إلى الصمام يتم إحكام إغلاق اسطوانة الغاز، يعني لعلمك ستي ليس فقط اللي بتعمل على الكاز، أنا بدي يعني جزء أكون أكثر وضوح، معظم 80% من الحوادث الناتجة هي الناتجة عن الصوبات اللي بتعمل على الغاز إما في حالتي الاختناق أو نشوب الحريق، فهذا أيضا يجب أن نهتم إلها. كثير بتفاجأ ستي لما بيجي المواطن بده ينتهي من الاسطوانة في تلك الليلة وبده يسكر الاسطوانة ما بغلق مع الصمام. طبعا أنا ما بدي أدافع عن جهات رسمية، ما نعلمه من المصفات البترول لا تخرج الاسطوانة إلا إذا كانت كل أجزائها مفحوصة ومن ضمنها الصمام يفترض أن يكون يغلق، لكن يا ستي سوء الاستخدام من الموزع الرئيسي اللي بيستلمها وحطها في المستودع، ثم صاحب الوكالة اللي بيستلمها من المستودع الرئيسي، ثم المواطن اللي بيستلمها، هذه مراحل، في إحدى المراحل إذا كان هناك استخدام خاطئ ودحرج لهذه الأسطوانة وتعبئة بطريقة عشوائية، أنا أقول هذه كلها 6 خطوات سلسلة من الجهات المعنية يجب أن تكون متكاملة، ولا ضير من أن أشير وبكل جرأة إخوانا في مصفات البترول لابد بين فترة وأخرى أن يعملوا على إعادة الدراسات الفنية لما يتعلق بالصمام الرئيسي، لأنه هذا أصبح يشكل خطورة وسبب رئيس من أسباب نشوب الحرائق وحالات الاختناق داخل المنازل.
شكرا لك العميد فريد الشرع على هذه المعلومات وعلى هذه المعلومات الدقيقة، مدير إدارة الإعلام والتثقيف المعنوي في مديرية الدفاع المدني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.